فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا جل هذه الأحاديث؟ لماذا جل هذه الأحاديث التي رويت في هذا الباب من رواية وائل ابن حجر رضي الله عنه؟ فضل الله يؤتيه من يشاء يا أخي، هذا دليل على فضل فضيلة وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.